السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ننتقل في درس ش. الأس والأتش لما يلتقيان بتصير حرف الشين. ش ش ش. عندنا هنا شاين شاين شاين. يلمع شاين 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 شاين. أو نجمة شاين شاين. هنا شل شل. صدف شل شل شل. شوب شوب. محل شوب شوب شوب. شيب قارب شيب قارب شيب قارب. شارك قرش شارك قرش شارك قرش. شيرت شيرت. قميص شيرت قميص شيرت قميص. شيلد شيلد. قفص شيلد 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 شيلد. شيب شيب. خروف شيب شيب شيب. الآن عيد قراءة مرة أخرى. شاين 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 شاين. شيل 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 شيل. شوب 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 شوب. شيد 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 شيد. شيب 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 شيب. شارك 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 شارك. شيرت 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 شيرت. شيب 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 شيب. ننتقل للصفحة التي تليها. عندنا هنا شيرت شيرت. شيب شيب. شارك شارك. شيل شيل شيل. في الخطوة الأولى نكتب S وبعدها H. S وبعدها H. S وبعدها H. هكذا إلى جميع الخطوط. الآن أيضا نكتب هنا S و H. S و H. كذلك هنا S و H. S و H. أيضا هنا شوب شوب. هنا شيب شيب. قارب فيش فيش فيش. وأتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الأول لتعم الفائدة وأيضا الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع.